النهضة مكتبة عريقة طبعاً، تعتبر ورثة عن الوالد من أيام يعني من المصريين من قبل الاحتلال الإسرائيلي لغزة، وطورنا حالنا بأكثر من محل يعني، وهذا كان فرق من أحد أفرعنا فرق أنصار. يعتبر الوالد من المؤسسين لإدخال الكتاب في غزة. طبعاً كنا نتعامل مع دار النشر المصرية، كنا نشارك في جميع المعارض اللي قيمت في غزة، شاركنا فيها خصوصاً بالكتاب يعني. تم قصفها بدون إبلاغنا بتاتاً يعني، وتفاجأنا يعني كمان بقصف المكتب. طبعاً بعد القصف يعني ما كانت الحرب شغالة، ما قدرناش نعمل إيش، بس لما إجينا هنا يعني وشفنا الدمارة اللي صاير فجأنا يعني وخرجنا عن الشعور يعني ما نكفة إجتنا، ما مفاجأة كانت يعني جداً يعني، ما إشي ما كانش متوقع إنه يعني، تعتبر نكسة من النكسات اللي بتيجي علينا. ومع عملية التشريف والهذا إيش المستطاع والأشياء الأوراق المهمة عملنا على رفعها، وما ضلش إلا دمار يعني. مستمر في مسح الثقافة الفلسطينية ومسح التعليم حتى يعني، حتى في المواد التعليمية في المدارس هو بحاربها، كلمة فلسطين بحاربها، العالم بحارب كل شيء يعني إرهاب علمي، إرهاب ثقافي بمارسوا علينا بشكل فظيع. مكاتب مدارس دور العلم دور الثقافة كله ما فيش عنده تفريق يعني، استهداف مناطق وأماكن آمنة ما إلها دخل في أي شيء، هذا كله إرهاب أنا بنعتبره. والله بس كل كتاب والله عشان الكتاب. مكتبة النهضة ستنهض إن شاء الله وتعود إليكم وواجهة جديدة أوسع وأكبر إن شاء الله بإذن الله. يوقفوا هذا الهمجية الإسرائيلية، يوقفوا هذا إرهاب عالم، لازم كل العالم يقف ويفضح الجرائم، ولا لازم تنفضح هذا لكل العالم وبين إيش كيف فضايح الجيش الإسرائيلي وإيش بيعمل.